سلمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني شارة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب من مملكة النرويج التي حلت ضيف شرف الدور 55 من فعاليات المعرض إلى سلطنة عمان التي جرى اختيارها كضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الكتاب في الدورة 56. جاء ذلك في الاحتفالية التي جرى تنظيمها اليوم على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.